السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا في البداية أنا بشكر طبعا الأستاذ الدكتور حسني بيه سلامة ودكتور علي فرج ودكتور الخياط وكل طبعا الأعضاء القائمين على المؤتمر بتاع الكبد الدهني. وطبعا أنا يعني بعتذر لظروف شخصية منعتني إن أنا أكون مع حضراتكم دلوقتي. طيب نخش على طول. How can I diagnose IBD؟ تمام. طيب هي طبعا بما اننا هاو كان اي دايجنوز فاحنا طبعا هنتكلم على سيناريوهات اللي هي بتقابلنا في البراكتس بتاعنا. عندنا السيناريو الاولاني، عندنا السيناريو الثاني، نشوف القصه الاولانيه. السيناريو الاولاني دي بنوته عندها 22 سنه، جايه عندها يعني الى بقالها 6 اسابيع عندها 4 لـ5 مرات نون بلادي دايريا، وخدت لوبرامايد حسن الدنيا شويه لكن عندها ريكارنت رايت لور كوادرنت ابدومينال بين، وخست 8 كيلو من غير ما تكون ناويه ان هي تعمل دايت ولا حاجه، وعندها فاتيج وايفورتلسنس، وكمان عندها بايلاترال ني اند انكل. قصه طبيعيه جدا بتحصل لنا كل يوم في العياده. بنسال كل بقيه الحاجات التانيه كلها نو 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 نو، ما فيش الكحول، سموكينج، ما فيش ترافلنج، مش عارف، ما فيش هوسبيتال، ما فيش سيرجري، الخ الخ. والمنسترو والهيستوري بتاعها كويس وما فيش سكين ليجنز. في الاكزامينيشن ضغطها 170، هارت ريت 100، سن عندها شرطتين ثلاثه حراره، كالور عندها افسس السرز في بقها، وعندها تنتر ابدومن سبيشالي على الرايت كليا فرصه المكان اللي هي بتشتكي منه، والركب بتاعتها والقصه بتاعتها دي الاكزامينيشن ما كانش فيه حاجه فيوجن. اذا اول خطوه خالص هو الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن. ده هيقودنا لايه؟ هيقودنا لحاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز، دي جاسترو انترايتس، اي بي اس، انفلاماتوري باول، بيهسد، كانسر، ابندكس، تي بي، اوفيريان، اي حاجه تانيه، كل ده ممكن، كل ده يندرج تحت بند اسمه ديفرنشال دايجنوز. هنبتدي ان احنا اخش في السكند ستيب. السكند ستيب اللي هي طبعا الانفستيجيشنز، عندي حاجه اسمها الفيرست فيزيت انفستيجيشنز، يعني الزياره الاولى، هطلب ايه؟ سي بي سي، انفلاماتوري ماركر، ثايرويد، الكترولايت، حاجات بتاعت السكر، كيدني فانكشن، ليفر فانكشنز، ستول كلتشر وسنسيتيفيتي الى الخ الخ. طيب جابت البنت الحاجات دي، طلع الهيموجلوبين بتاعها 10 و1، هيماتوكريت بتاعها قليل شويه، السيدمنتريت عالي، وكذلك السي ار بي 35، والستول فيه ار بي سيز واندجست فول والكالشر سيستي بتاعتها فري، وبقيه اللابس بتاعتنا كلها طلعت طبعا نورمال. اذا الايفيدنت عندنا ان احنا عندنا انيميا صح، عندنا انفلاميشن صح، عندنا بلاد في الستول. اذا الخطوه اللي بعد كده، هل هعمل اذر انفستيجيشن يعني حاجات ابدومينال ايمجنج، الترا ساوند، اكس راي، سي تي، ام ار، هعمل لابز ثانيه فيكال كال بروتكت مثلا، اوتو اميون بروفايل، ولا يعني حاجات بالشكل ده، ولا اروح للاندوسكوبي. طيب هي العيانه بتشتكي بقى لها 6 اسابيع، يبقى ده كرونيك دايريه، وعندها بلاد وعندها انفلاماتوري ماركس، كل دي طبعا زي ما حضراتكم عارفين اسمها ريد فلاجز. اذا لازم ان احنا نجو اون فور الاندوسكوبي في وضعنا حاليا ده، هيبقى الكولونوسكوبي. ادي الكولونوسكوب بتاعها بنعمل، بنشوف طبعا من اول الانال فيرج، بنخش ادي على الريكتام، بعد كده على السيجمويد، وبعد كده على بقيه الكولون والترانسفيرس والسيكم، كل القصه دي بندور على فين البلد اللي هو نازل ده في الستول، وايه السبب بتاع الدايريه. البريبريشن بتاع البنوته حلو جميل كويس خالص، ادي اهو الترانسفيرس او التريانجلر فولز بتاعته، ولغايه لما نخلص الاكزامينشن بتاعنا خالص ونغسل ونبص ونشوف وادي الابنديكولار اورفيس، خلص الكولونوسكوبي، ما عندهاش ابنورمال. طبعا الكولونوسكوبي لا يكتمل الا اذا دخلت التيرمينال ايليا، وبناء على ذلك دخلنا طبعا على التيرمينال ايليا. ادي التيرمينال ايليا، وشايفين ادي هيلف لاي جميله خالص خالص بتاع التيرمينال ايليا، الى ان فجاه كده زي ما حضراتكم شايفين هو عند الساعه 9 وعند الساعه 12 في عندنا افسس السر شبه جدا جدا اللي كانوا موجودين في البق بتاع العيانه. اذا انا عندي دلوقتي تيرمينال كيلير التريشنز واضحه جدا جدا حضراتكم شايفينها، وده طبعا باستخدام النارو باند ايمجنج عشان بس يعني ايه اكونفيرم ان عندي ميكوزال، ما فيش عندي حاجه ابنورمال او كده. اذا الدايجنوز بتاعنا از استابليش ان العيانه دي عندها كرونز ديزيز، كولون بتاعها فري، عندها سمول باول افكشن في التيرمينال ايليوم، وده اشهر مكان للافكشن بتاع الكرونز ديزيز. طيب
ايه ليه ما استخدمناش الباور الالترا ساوند؟ طب ما الباور الالترا ساوند ده الناس كلها بتتكلم عنه اليومين دول، وده لطيف جدا جدا وكل حاجه. طبعا عايزين هاي فريكوانسي برو. طبعا الادفانتجز بتاعت الباور الالترا ساوند فظيعه جدا، بيدي ترانسميورال اسسمنت، بيدي فاسكولار اسسمنت عن طريق حاجه اسمها الليمبر سكور، رخيص ممكن اي حد يعمله، والليرنينج كيرف بتاعه مش فظيع، هو ما بيعملش كومبليكيشنز، ده بالعكس ده هو بيديتكت كومبليكيشن، يعني ما فيش حد مثلا بيجي له بيرفوريشن مثلا من الابدون الترا باول الترا ساوند او كده، ما فيش حد مثلا بيتعرض للراديشن، هو نفسه بيديتكت كومبليكيشن ستريكشر ابسس ما اعرفش ايه. اقدر اكرره يعني، اقدر ابص عليها النهارده واديها علاج بعد اسبوعين ابص عليها تاني، دايناميك يعني فانكشنال اسسمنت، يعني هشوف الباول تحت مني هو بيتحرك مش بيتحرك، دايليتد مش دايليتد، الدنيا ماشيه ازاي، وكمان بارلل للكلينيكال هيستوري اند اكزامينشن، يعني الحته دي بتوجعني يا دكتور يلا نبص على الحته اللي بتوجعك يا ست الكل، الحته دي اللي مش عارف ايه، يبقى اذا انا زي ما انا قادر اعمل الكلينيكال هيستوري والاكزامينشن اقدر ان انا بفورم. بس لما هو الحقيقه ان الرول بتاع الباول الالتراساوند في الانيشال دايجنوسس قليل جدا جدا، انما هو بيبقى ليه كروشال رول كويس جدا 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 بعد كده في فولو اب وفي الاسسمنت بتاع الريسبونس للتريتمنت او حدوث ريلابس من عدم. اذا محاضرتنا النهارده دايجنوز اي بي دي، الالترا ساوند مش دوره قوي دايجنوز اي بي دي، اه هيسجست يقول لي ان الباول ده انفليم، انما مش هيقول لي ان دي كرونز او الف او كده، حتى لو انا لقيت ان في عندي ترانس ميورال افكشن واخد اللير صح. تمام، يبقى دي عشان بس قصه الباول الالترا ساوند. هل في انفستيجيشنز تانية انا محتاجها؟ اه ممكن عندي انفستيجيشن انا اطلبها، لكن الاهم في المرحله دي ان انا اعمل اسسمنت اوف سيفيرتي، لان انا في الاخر عايز اعالج العينه دي، وللاسف كل الجايد لاينز حاطه العلاجات اكوردنج للاسسمنت بتاع السيفيرتي، المايلد كيسز مش زي المودريت مش زي السيفير. اذا الخطوه الاولى بعد ما خلاص اي استابليش دايجنوز انا لازم اعمل اسسمنت اوف سيفيرتي. عندي اشهر حاجه اسمها كروس ديز اكتيفيتي اندكس، وده يوسفول زي ما قلت لحضراتكم عشان احدد بيها الميديكيشنز اللي هديها، برضو يوسفول عشان يحدد لي هل العيانه في ريميشن ولا لا، وفي نفس الوقت بيديترمن الكواليتي اوف لايف بعد كده علشان اعرف العيانه دي البروجنوز بتاعها الدنيا ماشيه ازاي معاها. ده القصه بتاعه الكروس ديز اكتيفيتي اندكس اللي هم البارامترز اللي حضراتكم شايفينها دي، عدد الموجن وابدومينال بين والجنرال والبينج، واذا كنت استخدمت ادويه ولا لا، عندي ماس مع الاخبار الديفيشن في السي بي سي، البرسنت بتاع اللوس اوف ستاندرد ويت، بالاضافه طبعا للكومبليكيشنز اللي طبعا زي الارثرايتس والارثرالجيا، اي افكشن اللي هي بنقول عليها اكسترا انتستينال كومبليكيشنز، ايريسيما نودوزم، بايوديرما جانجرينوزم اللي هي السكين ليجنز او ابسس انسريشن زي الموجوده في الماوس، البيري انال ديزيز زي الانال فيشرز، فيستولي ابسيسيز او فيستولي تانية اللي هي انتيرو انتيريك يعني ما بين باول لباول تاني يعني، ووجود الفيفر قبل كل دي بتاع. المهم الكلام ده بقى بيخش على سكورنج سيستم، ما تصدعوش دماغكم، موجود كله على النت على الميد كالك، دخل يا باشا الارقام بتاعتك كرونز ديزيز اكتيفيتي اندكس، تقوم تطلع ان الحاجه منى دي 377 نقطه. ايه بقى 377 نقطه؟ انا ما فهمنا ايه يعني 377 انتربريتيشن، بيقول لك ان الانتربريتيشن لما الاقي في كرونز ديزيز اقل من 150 يبقى انا ده فريمشن، لو سيفير ديزيز يبقى اكتر من 450، مودريت تو سيفير 230 ل 400، طب دي 377 يبقى دي مودريت تو سيفير. كمان برضو الديفينيشن اوف ريسبونس، يعني انا النهارده العيانه جت لي النهارده جت لي تاني بعديها مثلا بعد اسبوعين ولا بتاع، الديفينيشن اوف ريسبونس ان انا يحصل لي ايه؟ ان الكروس ديز اكتيفيتي اندكس ده ينزل 70 نقطه او اكتر، يعني انا شفتها النهارده 377 جت لي بعد اسبوعين بس لقيتها بقت 300 نقطه، هي لسه برضو كتير بس نزلت اكتر من 70 نقطه، يبقى معناها ان هي ريسبوندنج للتريتمنت. اذا ده فايده الكوانتيتيف اسسمنت اللي بالقصه دي. في منه نوع سمبليفايد شويه اسمه هارفي براتو، برضه ده نفس القصه، برضه جنرال ويل بينج، ابدومينال بين، برضه عدد الموشنز، ابدومينال ماس، وجود الكومبليكيشنز، هي نفس القصه شويه بس سمبليفايد اكتر شويه، ومديني النقط زي ما حضراتكم شايفين كده، بيقول لك لو انا الهارفي براتو اقل من 3 يبقى ده يعني ريميشن او يعني او نوت يعني اي بي دي اصلا او نوت كرونز ديزيز اصلا، ده لو يعني في الانيشال اسسمنت، الريلابس او الاكتيفيتي ان هو من الهارفي براتشو يبقى اكتر من 7، وبرده كذلك ده ليه برده كالكوليتر. طيب
الورد كونجرس اوف جاسترونترولوجي برضه بيكلاسيفاي الكرونز ديزيز على حسب البارامترز الايدج اللوكيشن والبيهيفير بتاع الديزيز. برضه ده كل ده علشان امباكت السيرفي. وحصل منه كمان حاجه اسمها ريفايز مونتريال على اساس انه بقى في حاجه اسمها ديزيز موديفايرز. الديزيز موديفاير باختصار شديد جدا جدا هو ان هم اضافوا اليها الابر جي اسيسمنت، اصبح ده موديفاير للوكيشن يخليه على طول بدل يعني L1 2 3 يخش على طول على L4، ووجود البري انال ديزيز على طول مع البيهيفير اللي هو سواء نون ستريكشرنج او ستريكشرنج او بنتريتنج، وجود البري انال ديزيز على طول يضيف عليه اللقب بتاع البي. ساعتها اكوردنج للريفايز مونتريال، بما ان السن بتاع منى 22 سنه يبقى هي A2، اللوكيشن بتاعها كان في التيرمينال اليوم يبقى L1، ما عندهاش بيري انال ديزيز، والبيفير بتاعها ان هو نون ستريكشرنج ونون بنتريتنج، ما فيش بيري انال ديزيز، يبقى A2 L1 B1. ده مش اكتر حاجه، اكتر حاجه مشهوره، ولكنها برضو طريقه من طرق الاسسمنت بتاع الديزيز. ايه بقى اللابس الثانيه اللي احنا قاعدين نقول عليها سي ار بي وكالبروتكتين وانتي بوديز والكلام ده بنستخدمه؟ اه الحقيقه بنستخدمه، بس مش بنستخدمه عشان نحلف على الدياجنوزس، ولكن اكتر عشان يعني البروجنوزس والفولو اب. طبعا السي ار بي ده اكيوريت ماركر للديزيز اكتيفيتي، وقالوا ان هو ليه علاقه وثيقه جدا جدا بالكرونز ديزيز اكتيفيتي اندكس، يعني كل ما السي ار بي كان عالي كل ما الاقي كرونز ديزيز اكتيفيتي اندكس ايضا عالي. الفيري هاي سي ار بي كمان الميات والميتينات دي عاده بيكون مع الفايبرو ستينوتيك ديزيز. مشكله السي ار بي الوحيده ان ممكن 50% من العيانين ما يبقاش السي ار بي عندهم عالي. مش بس كده، كمان السي ار بي ساعات يتاخر في العلو، مش كونكوردنت مع الاكتيفيتي بتاعت الديزيز. ساعات ممكن يعني يبقى الدنيا فلوريد دلوقتي والسي ار بي لسه معليش ديسبايت ان يبقى عندي دوكيومنتد اكتيف انفلاميشن. دي مشكله السي ار بي. في حاجه بقى الطف منه جدا هي الفيكال باكال بروتكتن، ودي وسيله كويسه جدا جدا اصلا كلنا بنستخدمها في الاول في الديفرنشال دياجنوز لما بيجي لنا العيان بالباول سيمتومز علشان اشوف اذا كان ده حاجه فانكشن او حاجه اورجانيك، بطلب له الفيكال باكال بروتكتن. لو لقينا الفيكال باكال بروتكتن بتاعه قليل يعني اقل من 50 او اقل من 100، يبقى عاده ده ماشي مع الحاجه الفانكشن. لما الاقي الفيكال باكال بروتكتن بتاعه عالي يعني اكتر من ال 200، يبقى ده ماشي طبعا مع. إذن ده المرحلة الأولانية خالص 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 بتاعت إن أنا أفرق الفانكشن من الأورجانيك. المرحلة الثانية إن أنا لما كمان خلاص أي استبلش الدايجنوزس، الفيكال كال بروتكتين ده يعني بيقدر يساعدني علشان أحدد هل أنا في ديزيز ريميشن أو في ديزيز أكتيف. مشكلة الفيكال كال بروتكتين إنه لو حالات من الفولس نيجاتيف زي العيال الصغيرة زي الناس بتوع الميكروسكوبيك كولايتس زي السمول باول كرونز ديزيز، هيبقوا الفيكال كال بروتكتين بتاعهم ممكن مش عالي قوي. وعندي فولس بوزيتيف كيسز زي الناس اللي بتاخد ان سيت، الناس اللي عندهم جاسترونترايتس عاديه خالص خالص هيبقى الفيكال كالبروتكتين بتاعهم عالي، وكذلك للاسف الشديد الناس بتوع الكولوريكتال كارسينوم. فهو طول كيسه كبروجنوزز وفولو اب، بس ما سلمش دقني للفيكال كالبروتكتين لوحدها. طبعا في ارقام طبعا طلعت علشان تدي يعني مصداقيه شويه للفيكال كالبروتكتن از ريجاردز الريميشن والديزيز اكتيفيتي، فهم قالوا ان لما يكون الرقم اكثر من 1128 يبقى غالبا ده معناها مودريت تو سيفير اكتيفيتي. الحاجات الثانيه بقى يعني نادرا ما بنطلبها في الحالات الا اذا كنا شاكين او عندنا يعني جري زون شويه، اللي هي زي الاوتو انتي بودز كده. طبعا اشهرهم طبعا الاسكا اللي هو الانتي ساكاروميس السيرفيسي، وده بيبقى موجود 60% في عيانين البروز ديزيز. الانكا بيبقى موجود اكتر في العيانين بتوع الالسر كولايتس، وعندي في اذر ممبرين بورين بروتين سي مثلا، مثلا حاجات ثانيه زي النود 2 او اللي هو النيوكليوتايد بايننج اوليجو ميرايزيشن دومين 2. كل الكلام ده طبعا ممكن بيستخدم، لكن براكتيكلي سبيكينج. نخش على السيناريو الثاني. ده حماده 32 سنه جاي باربع اسابيع اوف بلادي دايريا، وعنده لور ابدومينال بين، وعنده برضه فاتيج وانكزايتي، وبيدخن سجاير بقاله 15 سنه. السموكينج اندكس بتاعه
225، وبقيه الحاجات برضو زي البنوته منى كلها مثل ونوى، والاكزامينشن بتاعه نفس القصه بس ما هوش فيفرش، عنده برضو مايلد بالور ومايلد ابدومينال تندرنس، والبي ار بتاعه طبعا عنده بلاد، ما عندوش كوتينيوس ليجنز ولا اورال السس ولا اي افكشن، مش زي يعني ما عندوش اي اكسترا باول مانيفستشن. برضه بفكر في الجاسترونتريس، وبفكر بعد كده في الحاجات اللي بتنزل في بايلز كولوريكتال كانسر. الدم على العموم حاجه مخيفه جدا، لازم دم، يبقى لازم نعمل انفستيجيشن. هنطلب طبعا الفيرست ستيب انفستيجيشن، خلاص بقى حضراتكم عارفينها كويس، هيطلع طبعا الهيموجلوبين بتاعه برضه قليل والهيماتوكريت قليل والانفلاماتوري ماركرز عاليه، طبعا هنا الار بي سيز اعلى بكتير لان هو اوريدي عنده فرانك بلاد. ايه اللي هنعمله بعد كده؟ هل ممكن اعمل الحاجات الايمجنج؟ اعتقد لا، عيان بينزف يبقى لازم على طول اروح اعمل منظار. ادي المنظار بتاعه طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الكولون بتاعه مليان طبعا ألسريشنز وبيؤوز بلاد من اول الريكتم يعني لغايه يعني نص الكولون بهذا الشكل بتاع الالسريشنز، شايفين اهي كلها ايه السرز سراوندنج ب ريسيما وسراوندد ب ايزي يعني بليدنج، ولكن بعد كده بقيت الكولون عندنا تمام وسليم اي حاجه. اذا الدايجنوز بتاعنا ده عيان السرتيف كولايتس غالبا، لازم طبعا اخد بيوبسي. طيب برضه هنخش بقى لمرحله ان انا اسسمنت اوف سيفيريتي. عندي للالسيت كولايتس حاجه اسمها سيمبل كلينيكال كولايتس اكتيفيتي اندكس اللي هو ساكاي ده، وده برضه يعني رغم انه مش مشهور قوي بس برضه ده يعني ممكن يستخدم عشان اسسمنت اوف سيفيريتي، والرينج بتاعه من 0 ل 19، والاكتيفيتي لو هو اكتر من 5، وبرضه حضراتكم ممكن تلاقوه على النت عن طريق برضه الباول فريكونسي ايرجنسي اللي هو يعني الريكتال سيمتومز اللي هو يعني برضه مكافئ للتنزمس، بلاد انستول، جنرال هيلث، اكسترا كوليك يعني مانيفستيشن. طيب نيجي بقى للمونتريال كلاسيفيكيشن، ده في برضه معتمد على حاجتين اللي هي الكلينيكال سيفيريتي والحاجه الثانيه الاندوسكوبيك اكستنت. هو ده بقى في المره دي ده الاشهر بقى ان احنا بنستخدمه، يعني في المونتريال شويه ما كناش مستخدمينه قوي في كرونز ديزيز، لا في الاصل كويس اكتر شويه في القصه دي. عندي مايلد ومودريت وسيفير اللي هو اس 1 اس 2 اس 3 اللي هو على حسب عدد الاستول ووجود البلاد والابدومينال بين والسيستميك توكسيستي والسيجمنتيشن ريت والانيميا. وبعد كده عندي الاكستنت اللي هو هل هو ريكتال ديزيز اونلي ولا ليفت سايدد كولون ولا اكستنسيف بان كولايتس. مش بس كده كمان ده ممكن كمان يافكت التيرمينال ايليم اللي هي بنقول عليه الباك ووش اليايتس، واكوردنج لده بيتقسم الاي 1 اي 2 اي 3. طبعا احنا دايما بنقول ان الريكتم لازم يبقى انفولف في الالسيتيف كولايتس، والسبيرنج اوف ريكتم بيخلي دايما الدايجنوز بتاع الالسيتيف كولايتس ان لايكلي. بناء على ذلك الفول مونتريال كلاسيفيكيشن الاكستنت اي 1 اي 2 اي 3 والاكتيفيتي 0 1 2 3 اللي هو السيفيريتي، ادي الاكستنت وادي السيفيريتي زي ما قلنا لحضراتكم. ساعتها احمد هيبقى اي 2 لان هو ليفت سايدد السيتيف كولايتس، ليفت سايد اكستنت يعني هو بقيت الكولون سبيرت، والاكتيفيتي بتاعته ده مودريت نتيجه ان هو بيكسر اكتر من 4 مرات ستولز وعنده شويه سيستميك توكسيستي. عندي برضو مايو كلينيك سكور سيفيريتي اندكس اوف السيتيف كولايتس برضو معتمد على الفريكوانسي البليدنج الاندوسكوبيك الجلوبال ميديكال اسيسمنت، والسكورز بعد كده برضو انتو بوينت حددت بيها الديزيز اكتيفيتي يعني كلينيكال ريميشن لما يكون اقل من 2 من 3 ل 5 مايلد اكتيفيتي، 6 ل 10 مودريت، واكثر من كده بيبقى سيفير. وبرضه ممكن نلاقيه على الاونلاين اللي هو المايو سكور ديزيز اكتيفيتي اندكس، وساعتها حماده هيطلع 8 نقط. بعد ذلك اكوردنج للسيفيريتي يبقى هحدد العلاج. يبقى باختصار شديد الاي بي دي از ان افري داي براكتس، افري ستوري از يونيك. اي بي دي ده جريت ميكر ممكن يقلل امراض كتيره جدا، فلازم احط معاه ديفرنشال دايجنوزز، لازم معتمد الدايجنوز بتاعي على الكلينيكال وعلى اللابس وعلى الاندوسكوبي وسام تايمز ايمجنج تكنيكس، ولكن طبعا الايمجنج تكنيك اكتر مهمه في الاسسمنت بتاع الكومبليكيشنز او في الفولو اب. كل الحاجات دي انتجريت عشان طلع لي الهول بيكتشر اوف ذا بازل. طبعا لازم مهم جدا جدا البروبر دايجنوزز ويبقى عندي باثولوجيك ايفيدنس سيفيريتي اسيسمنت عشان خاطر العلاج. اصلا كل العلاجات دلوقتي متقسمه على حسب السيفيريتي والاكستنت اوف ذا ديزيز، هل هدي حاجات عاديه ولا هدي بيولوجيك ولا هدي حاجات بالشكل ده. اعتقد بقيت
المحاضرات وبقيه الجلسه هتجاوب لحضراتكم على الكلام دون. طبعا في الاخر لازم عندنا ليرنينج كيرف، هنبتدي في الاول صغيرين وفي الاخر هنكبر. شكرا جزيلا لحضراتكم.